بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل ما ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القرين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتهما صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سجدا شكرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن تدعوا إلى الهدى لا تبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا مسهم إذا طائفة منهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يصبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة المغرب سابق الله. استقيموا واستووا اعتدلوا وارحمنا وارحمكم الله. Full all the gaps. الله أكبر سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله وجهات الصلوات الطيبات لله أسلم عليك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس شهر رمضان هذه السنة لله تعالى إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين We continue our theme for this Ramadan دروس الحياة من قصص الأنبياء في كتاب الله Life lessons from the stories of prophets in the Quran Extracting incidences from the lives of prophets Reflecting on the wisdom that we find And trying inshallah to implement
the lessons that we can learn. Today we reflect on an encounter between a young boy and his father. He, a believer, his father, an idol maker. He was a young man endowed with spiritual understanding, an enlightened heart, and a perceptive mind. A person who has been mentioned in the Quran 69 times, and even has, mentioned by name 69 times in the Quran, and an entire chapter 14, Surah 14, is titled after him. His name, of course, is Ibrahim alayhi salam, and he is considered the first known international propagator of faith. Having been born in Urfa, in what is now the vicinity of Turkey, Iraq, he traveled through the Middle East, established in Jerusalem, ventured to Mecca, and eventually passed away and lies buried in Hebron in Palestine. And each of these places are still of historic, religious, and spiritual significance for us. But we will focus on a specific incident in his life that captures the interaction between him and his idolatrous father, whose name was Azar. And the Quran documents in what was recited, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرُ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Remember when Ibrahim said to his father Azar, do you take idols for gods? For I see in you and your people are in manifest error regarding this matter. Of course, the father was angered by this. He was not only an idol worshipper, but an idol maker, and revered in his community for that task. He was making their gods. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Oh, my father, why do you make and people and you all worship the thing which can neither hear nor see nor benefit you in any way? Of course, he goes on to reason with his father. يَا أَبَتِ إِنِّي قَلْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. Oh, my father, I have received knowledge which has reached me, and I want you to follow that. It will guide you to the straight path. The father was, of course, very angered by this. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمِ. Are you making a mockery or challenging our gods? If you don't abstain, the father said, لأرجمنك وهجرني مليا. Go and go far away from me. قال سلام عليك. Peace unto you, my father. سأستغفر لك ربي. I will pray that the Almighty forgives you. And then he goes on to say, I will leave. And he leaves. What are the lessons we learn from this incident? Though his father repels him and turns him away, Ibrahim replies always in politeness, full of love and forgiveness, but at the same time, he is firm on truth, firm on what is right. So we learn one aspect we learn from this is, just because you are the elder does not mean that the elder is always right. And though we acknowledge the fact that Rasul said, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرَ الشَّرَفَ كَبِيرَنَا. He is not of us, the young person who has no respect for the elder, and the elder compassion for them. As important as it is for us to teach our children to be respectful to the elders, more important is it for us as parents to be loving to our children. So we also find in this incident quality of parental relationship. If you look at the story of Ibrahim throughout the Quran, we find his father Azar cold towards him, and this coldness eventually turns Ibrahim away. The father is closer to the worshippers of idols than he is to his own son. And this tragic situation is, of course, a recipe for disaster in any relationship. When Ibrahim alayhi salam eventually, after many years, gets a son of his own, you see how lovingly he deals with his son Ismail. He speaks to him in the most endearing terms, under the most difficult times, with the most difficult of challenges. Ya Abati, he says, oh my father, and he responds to his son, Ya Bunay, oh my beloved son. They speak to each other in endearing terms, and the Quran documents that endearment and how they engaged one another. You see, love begets love. This is a major lesson for us all. If you can't love your children, can't say you love them, and they don't feel comfortable saying they love you,
then there's something seriously lacking. There's a major sunnah missing there. And don't forget the Rasul said, Al-mu'minu ya'laf wa yu'laf. Wala khayra fi man la ya'laf wa la yu'laf. A believer is loving and lovable. There's no goodness in one who neither loves nor allows himself to be loved. The other point is, the second point is generational divide, generation gap. Older and younger people between one generation and another view the world differently because of their different experiences, their opinions, their habits, and even their recreation. This results in difference of perspective, difference in tastes, and of course, difference in outlook. And that's why Sayyidina Ali said in the statement, أَدِّبُ أَوْلَادَكُمْ بِآدَابٍ غَيْرِ آدَابِكُمْ فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ. Train your children with a training different from yours. Same beliefs, same ethics, same morals, but train them with a methodology of training different from your training, because they are created for a period with challenges different from yours. So we find here Rasul sallallahu alayhi wa sallam, our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, taught us how to bridge the generation gap. We find reflected how he patiently understood, spent quality time in the company of his children, grandchildren, displaying acts of compassion and love. How he loved Fatima. He said, Fatima bid'atu minni lahmuha ka lahmi. Fatima is part of me, her flesh is my flesh. He would make salah and he would give a khutbah and see his grandson Hassan come, get down from the minbar, pick him up, kiss him in public and put him next to him. Go in sujood and the son, grandson is on his back and it takes long to get up because he's afraid the son may fall off. And he said, Allahumma inni uhibbuhuma fahibbuhuma wa uhibbu man yuhibbuhuma. Oh Allah, I love the two of them. Oh Allah, you love them. So the point I'm making is he wasn't shy to publicly express, not privately, publicly express his love for his children. And therefore, he never belittled them. He never undermined them. Rather, he affirmed them, promoted them in private and in public. And that is why they loved him so much. The third point, besides the one about the quality of parental relationship, how to deal with the generational divide with love and understanding. And the third one is the parallel between the story of Ibrahim alayhi salam and Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Both were in Makkah for some stage of their lives. Both were prophets who preached the same message of Tawheed. Both were rejected by the elders in their own community, in their own family. Both were rejected by elders, in fact family members. Both were rejected by the elder family members. Both eventually had to leave their place where they were born. And both promoted their families and loved their families and asked us to love their families. That's why Allah says in the Quran, say, O Muhammad, to people, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. O Muhammad, say to the people, I ask of you no reward except that you love my family. Ibrahim alayhi salam did that to his son Ismail. And Rasulullah did that to his children and grandchildren. And that is why in our salah we need, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Oh Allah, send your salutation and peace on Muhammad and the family of Muhammad, as you send salutation on Ibrahim and the family of Ibrahim. May we, our parents and our children, walk in the footsteps of these prophets, not only in our prayer, in our zakah, but also in our love and in our interaction, in our relationship. May we be joined in them, not only by following them in this world, but may Allah grant us to join them in the company of the prophets in the hereafter. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله.